طيب احلى ماتشاتك في نادي المنيا، الماتشات الحلوه اللي انت ما تنساهاش، وبرضو الهدف الاحلى في تاريخك مع نادي المنيا. نادي المنيا لعبت احلى مباراه للامانه، لعبت مباراتين حلوين جدا، لعبت قصاد الزمالك في استاد المنيا 2-2 وانا احرزت الهدفين هدفين بس للاسف ما اتذاعش تلفزيونيا. وكان نادي الزمالك افريقيا ساعتها وفرقه جامده جدا يعني. كبير. ولعبت ماتش جميل جدا عاقبه النادي الاهلي بس عاقبه المنيا. نقلوا مباراه للنادي الاهلي كان على ملعبه، فحاجه معينه نقلوا مباراه بدل ما يجيبوها عندنا بني سويف ولا الصعيد عندنا ودوا اسكندريه. طب النادي الاهلي احنا ضعف المسافه بتاعته. فعاقبه النادي الاهلي كان ساعتها في حاجه انه يتنقل المباراه خارج ملعبه. فلعب كان المنيا لعب المنيا، راح ودونا اسكندريه لعب النادي الاهلي، عملنا جيم احلى الماتشات عالي جدا بنجوم النادي الاهلي بالكابتن الخطيب بالكابتن ثابت بكله يعني. انا وقتها عملت مباراه كان لعب عليا الكابتن حشيش. كابتن محمد حشيش. حشيش وكان في اسامه عباس. وكان الكابتن ربيع رايت وكان حمده برادي. حمده برادي كان في الرايت والكابتن ربيع ليفت. كان الكابتن عامر وكابتن علاء ميهوب وكابتن خطيب كابتن مصطفى ايمن شوقي حبيبي كابتن ايمن الحمد لله على سلامته. خلصت كام المباراه دي؟ خلصت 1-0. جابوا للاسف بكره عرضيه ما يقصدهاش النجم بتاعنا برده كابش ديناوي. كره عرضيه بيعمل لها كده لفت على صبعه وراح دخل الجون. دخلها في نفسه. فبقت 1-0 النادي الاهلي. ودي من احلى الماتشات دول مباراتين. وجبت هدف ممتاز انا ما انساهوش ابدا مع نادي المحله. كان الكابتن صابر عيد كابتن يحيى دياب كان بيلعب ديفندر، فانا مخترق من ناحيه الليفت كده فعملها لي لونج باص على ما بين على دايره النص وخط ال 18. بس متطرفه من ناحيه الليفت شويه كده. فكان صابر عيد ليبرو يعني. فانا سبت السيرت باك فصابر بيغطي. فمشيت بالكوره وهي بتتهادى كده تنط على الارض يعني. لحد ما حسيت ان المسافه قبل ال 18 ب 4 متر لحاجه، فعملت نفسي اشوط بالشمال. فروحت لمه لجوه يعني. ولميت له جوه وحطيت وش رجلي انا اليمين. راحت هناك في زكي عبد الفتاح حبيبي. في المحل. كان هدف جميل يعني. هدف جميله مع نادي